عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة ياريت تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو دوت عشان يوصل لكل الناس. من أجمل الأغاني الشعبية واللي غيرت مسار الأغنية الشعبية هي أغنية عدوية للفنان الكبير محمد رجب. يا روح كانت الأغنية بدأت وقتها بموال وكسرت الدنيا في حفلة وخلت عبد الحليم حافظ نفسه يعمل عملية خطف عبد الرحمن الأبنودي وبليغ حمدي في وقت خطف بمعنى كلمة خطف. هحكي لحضراتكم الأغنية جت إزاي وإيه الأثر اللي عملته الأغنية في أغانينا وألحاننا المصرية. امتى بدأت الأغنية؟ الأغنية بدأت مصادفة مع الكاتب الكبير عبد الرحمن الأبنودي رحمة الله عليه، والمعروف أن عبد الرحمن الأبنودي كاتب الأغاني معظم الأغاني الشعبية لكل المطربين اللي عندنا. كان في الوقت دوت عند الفنان الكبير عبد العظيم عبد الحق، واللي ما يعرفش الفنان عبد العظيم عبد الحق ده مشهد من المشاهد الشهيرة ليه في فيلم الإرهاب والكباب، شوفوه حضراتكم. خليكم في اللي انتوا فيه، ربوا العيال وروقوا نفسكم ليلة الخميس ويوم الجمعة اتوضوا وروحوا صلوا. الفنان عبد العظيم عبد الحق كان من عيلة كبيرة جدا، وكان ليه أخ وزير كان أول واحد منع البغاء في مصر، كان وصف مصر، وكانت الستات اللي بتشتغل في البغاء بتاخد رخصة من الحكومة وبيتعمل لها كشف طبي، ولكن أخوه قال إن دوت مخالف لتعاليم ديننا وتعاليم مجتمعنا وألغى البغاء في مصر. الفنان عبد العظيم عبد الحق من أسرة ثرية جدا وكان بيحفظ القرآن الكريم، وجي في يوم قال لوالده أنه عايز يشتغل في مجال التلحين ووالده ضربه ضرب مبرح. عظيم عبد الحق لما خد هرب من أسرته ونزل القاهرة وضع ألحان كتيرة لأشهر الأغاني لكبار المطربين والمطربات. ما ظنش ان ناس منكم تعرفوا ان دي من وضع الفنان الكبير عبد العظيم عبد الحق، منها اغنيه الصيادين لكارم محمود، وريداك والنبي ريداك الرائعه ليلى مراد، ووحده ما يغلبها غلاب لمحمد انديل، وفي قلبي غرام لمحمد عبد المطلب، وسحب رمش ورد الباب، وعمل اغاني كتيره بتاعه مسلسلات، وخد جايزه من ايطاليا، جايزه لموسيقى كتبها الفيلم تسجيلي ايطالي، كما حصل على جائزة من إيطاليا عن موسيقى كتبها لفيلم تسجيلي إيطالي، وشارك في التمثيل بفيلمين عالميين. وبيقال إن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب خد منه لحن كان مألفه للفنانة حورية حسن بعنوانه والله عليا دين ونادر شمعتين. عبد الوهاب بقى كتبه في أغنية قال لك أهل الهوى مساكين صابرين ومش صابرين، نفس الكوبليه استعمله، وده كان مزعل عبد العظيم عبد الحق جدا، ووصف اللحن بان ابنه اللي اتسرق منه. من اشهر اعماله الموسيقيه في عمل اغاني مسلسلات كتيره جدا، منهم مسلسل هارب من الايام، واللي من اهم المسلسلات اللي كانت في فتره السبعينات واللي مثله الفنان الراحل عبد الله غيث، مثلها الفنان الكبير الراحل رحمه الله عليه عبد الله غيث في التلفزيون، ومن تاليف الكاتب ثروت اباظه واخراج نور الدمرداش. عبد العظيم عبد الحق خد على جايزة من إيطاليا زي ما قلت لحضراتكم في فيلم تسجيلي، وشارك في التمثيل في فيلمين عالميين. ده تاريخ الفنان الكبير عبد العظيم عبد الحق. طب ازاي جت اغنية عدوية وايه علاقة الفنان الكبير عبد العظيم عبد الحق بالاغنية دي؟ علاقة الفنان الكبير عبد العظيم عبد الحق باغنية عدوية وازاي ظهرت في بيته؟ الفنان عبد العظيم عبد الحق كان بيجتمع عنده محمد رشدي وعبد الرحمن الابنودي رحمة الله عليهم، وكانوا بيعملوا أغنية ساعتها الشهيرة جدا بتاعة محمد رشدي تحت الصغر يا وهيبة، على فكرة هو بيقولوها تحت الصغر مش الشجر، وشاف بنت خدامة صغيرة عنده اسمها عدوية،
فبيقول لها اسمك ايه؟ فراحت قالت له عدويه، فرد عليها وقال لها اسمك عدويه يا صبيه ورموشك شط. اسمك عدويه يا صبيه ورموشك شط. ورغم انك عفشه بس انا هعمل عنك اغنيه. وعمل اغنيه عدويه واداها للفنان عبد العظيم عبد الحق عشان يلحنها. ولكن في الوقت دوت الفنان عبد العظيم عبد الحق وهو بطبعه مش بيجري دايما ورا الفلوس، هو زي ما قلت لحضراتكم انه من اسره كبيره واسره مش محتاج فلوس، فكان بيعمل الفن ده كنوع من انواع الهوايه. فقال له انا نازله ليا اغنيه تحت الصدر ومش هقدر اعملها، فاداها له. وفي الوقت ده كان بليغ حمدي سمع أغنية تحت الصغر يا وهيبة وحب إنه يشتغل مع عبد الرحمن الأبنودي، فقال له لو عندك حاجة اديها لي. خد اداله أغنية عدوية، ولما لحن أغنية عدوية قال لمحمد رشدي تعالى هسمعك أغنية عدوية. سمعه أغنية عدوية، قال له ادفع 15 جنيه لبليغ حمدي. دفع وقتها 15 جنيه لبليغ حمدي وطلعت للوجود أغنية عدوية. لما غناها محمد رشدي في يوم من ايام اضواء المدينه، وكان وقتها عبد الحليم حافظ في اود مجده، وكان الغنى ساعتها لبنات الاميرات والبنات اللي الراقيه، مره حد يغني لبنت من الفئه العامله والطبقه العامله وبيقول لها والله دي صورتك دي تنفع تزين الجرانين. والله صورتك دي تنفع تزين الجرانين. الوقت ده اللي كان بيظهر في الجرانين المدمزلات البنات الراقية وبنات الأسر الكبيرة. فلما قال لها فالأغنية كسرت الدنيا كلها، لدرجة ان عبد الحليم حافظ نفسه قرر انه يغني النوع ده من الغنى، وراح خد بليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي بعت لهم اتنين خطفوهم وخدهم وقال لهم لازم تعملوا له أغنية من النوع ده. عبد الرحمن الأبنودي عمل له أغنية أنا كل ما أقول التوبة يا بوي ترميني المجادير، وخدع عبد الحليم حافظ ولحنها له بليغ حمدي. ده عبد الحليم حافظ عمل على أغنية على حزب وداد قلبي يا بوي، وبرضه فضل محمد رشدي ليه الطعم واللون الخاص بيه. وكانت أغنية عدوية تحول كبير جدا في الأغنية المصرية بسبب البنت الشغالة اللي كانت عند الممثل الكبير العظيم عبد العظيم عبد الحق. كلمات أغنية عدوية كانت في منتهى الجمال جدا، بيقول لك صياد وروح تصطاد صادوني شبح وروح تصطاد صادوني طرحوا شباكهم رموش العين صابوني يا ليل يا قمر والمانجا طابت على الصدر. اسقيني يا شابه وناوليني حبه ميه، اسم النبي حرصك اسمك ايه رد عليا عدويه. يا شابه وناوليني حبه ميه، اسم النبي حرصك اسمك ايه رد عليا عدويه. اوعى تحل المراكب والله يا ناس مراكب والله، ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا عدويه. المراكب والله يا ناس مراكب، ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا. ارجو ان يكون الموضوع عجبكم، واذا عجبك اعملوا لايك، ولو ما كنتش اشتركت في القناه يا ريت تشترك في القناه وتبقى ضيف دايما عندنا. واتمنى ان انا اشوفكم دايما على كل خير وسعاده. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.